السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل، جولة في بيت الذاكرة. إذن سنجيب عن أسئلة الجزء الثاني المخصص للأسبوع الثاني. إذن أولا نقرأ الجزء المخصص للأسبوع الثاني أو الجزء الثاني، ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة المخصصة لهذا الجزء. دخلت بيت الذاكرة خلف أبي، فاستقبلنا رجل كهل بابتسامة عريضة ورافقنا في جولة عبر المتحف. أخبرنا أن بيت الذاكرة يجمع تحفا وآثارا تعكس جانبا من التراث الثقافي المغربي، وأضاف قائلا: إن حضارتنا تتميز بتمازج الثقافة العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، إضافة إلى الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية التي تغنيها، وأن مدينة الصاويرة خير معبر عن هذا التمازج، ولذلك أنشأ المغرب بها هذا المتحف للتعريف بالتراث العبري الذي أنتجه اليهود المغاربة ممن وصلوا إلى المغرب قادمين إليها أو قادمين إليه من المشرق، واندمجوا مع الأمازيغ منذ القرن الخامس قبل الميلاد، أو ممن جاءوا من الأندلس منذ 5 قرون مضت. وحين وقفنا أمام صور لشخصيات مختلفة، أخبرنا دليلنا أنهم من اليهود المغاربة الذين مثلوا بلادنا في ميادين الفن والثقافة والفكر والعلوم والسياسة والاقتصاد في العالم. لقد كان لهم دور بارز في الإشعاع الحضاري للمغرب منذ أن مارست نخبة منهم أنشطة عديدة انطلاقا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، إذ عملوا في المغرب وعبر العالم في الأعمال المصرفية وصياغة الفضة وتجارة المعادن الثمينة والتجارة البحرية. إذن هذا هو النص أو الجزء الثاني المخصص للنص المسترسل. إذن أتمم البطاقة بما يناسب الروافد التي تشكل الثقافة المغربية، ثم الرافد الذي يجسده بيت الذاكرة، والغرض الذي أنشئ من أجله بيت الذاكرة. إذن سنعود إلى النص لنحدد الأجوبة. إذن الروافد التي تشكل الثقافة المغربية، إذا عدنا إلى النص، إذن الروافد، إذن لا نقول الأصل بل الروافد. إذن لدينا الإفريقية، الأندلسية، والعبرية، المتوسطية. إذن هذه هي الروافد. إذن إذا عدنا إلى الإفريقية، الأندلسية، العبرية، المتوسطية. الرافد الذي يجسده بيت الذاكرة هو الرافد العبري. إذن إذا عدنا إلى النص، أن المتحف أو المتحف إذن فهو خاص للتعريف بالتراث العبري، إذن لذلك أنشئ المتحف. إذن التعريف بالرافد العبري أو بالثقافة العبرية. سؤال موالي: ما المجالات التي عرف بها اليهود المغاربة بوصفهم سفراء لبلدهم في العالم؟ ثم أعرف بشخصية منهم. إذن بالنسبة للمجالات التي عرف بها اليهود المغاربة، إذن هناك الصناعة، العلوم، كذلك يمكن أن نقول يعني التجارة إلى آخره. إذن عرف اليهود المغاربة بإتقانهم أو ب يعني
مزاولتهم لأنشطة عديدة. يمكن كذلك أن نقوم بالبحث عن يعني شخصية إذن عبرية مغربية، ثم ندلي بها كنموذج. يعني هناك مجموعة من المغاربة يعني من أصل يهودي إلى آخره. السؤال الثالث، أحيط مجال النشاط الذي لم يذكر في النص. سؤال ثالث، أحيط مجال النشاط الذي لم يذكر في النص. إذا ذكر في النص الأعمال المصرفية، صياغة الفضة كذلك، الخياطة والنسيج لم يذكر، الخياطة والنسيج في النص لم يذكر، تجارة المعادن الثمينة كذلك ذكر في النص، الأنشطة الفلاحية لم تذكر في النص، التجارة البحرية ذكرت في النص. إذا لدينا إذا النشاط لم يذكر في النص، إذا الخياطة والنسيج والأنشطة الفلاحية. إذا عدنا إلى الأنشطة التي ذكرت في النص، لدينا المصرفية، الفضة، المعادن، والتجارة البحرية. إذا التجارة الفلاحية أو الأنشطة الفلاحية لم تذكر في النص. إذا آتي بمرادف كلمة أنشأ في كل أو في كل مما يأتي. أنشأ المغرب بيت الذاكرة، يعني بنى المغرب بنى بيت الذاكرة. أنشأ الله الأرض ومن عليها، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. أنشأ الدليل، إذا أنشأ الدليل يصف بيت الذاكرة. إذن هنا أنشأ بمعنى أعد الدليل، يعني هذا الدليل أعد لكي يصف بيت الذاكرة. إذن بالنسبة لجواب السؤال الثاني، إذن بعض المشاهير، إذن لدينا سموئيل بن يحيى، إذن هذا عالم رياضيات مهندس وطبيب، إذن يهودي مغربي، إذن سموئيل بن يحيى. ولدينا كذلك يعقوب كوهين، كذلك عبارة عن كاتب ومفكر مغربي من أصل يهودي أو يهودي مغربي. إذن هذه هي الأجوبة الخاصة بالجزء الثاني. موعدنا إن شاء الله يتجدد في الفيديو القادم مع دراسة الجزء الثالث. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.